سعاد. ايوه نعم يا سعاد. السلام عليكم. وعليك السلام. بارك الله فيك. مرحبا مرحبا يا سعاد. والله معك حق يا شيخ، تعبنا تعبنا وعيشنا محتاجين لهالكلام والله. بعين الله. بعين الله يا شيخ. انا متزوجه من 13 سنه ما شاء الله، وعندي 5 عيال ما شاء الله عندي، وانا تقريبا حامله المسؤوليه الاكبر من يوم جيت ليوم لهذا اليوم. زين. صار عندي طفل توحدي، قبل ما كنت حاسب المسؤوليه، قبل هي. ما كنت يعني ما كنت حاسب هالتعب هذا كله. صار عندي طفل توحدي وعندي الباقي يريد، يعني كله من مسؤوليتي، كله من مسؤوليتي. نعم. فقبل كنت اتغاضى عن زوجي، كنت اتغاضى عن المشاكل اللي تصير بيناتنا، كانت يعني كانت مشاكل بيني وبينه علشان الحياة الزوجية والحياة اللي عايشينها والامور اللي يسويها هو. فبعدين كبرت، الولد المريض ما بياخذه عند الدكتور، البنت المريضة ما بياخذها، الولد المتوحد لازم علاج، لازم رعاية، انا باخذه وبطلعه عن البيت، بطلع فيه برا. هو شو يسوي؟ هو شو يروح شغله، هو يروح شغله ويرجع من شغله، يحط راسه يعني يحط راسه. من اي ساعة شغله لاي ساعة؟ بصراحة الساعة 6 الصبح للساعة 3 العصر احيانا بيتأخر. يعني أحيانا. من 6 لل 3 العصر بس. من 6 لل 3 العصر. من 3 العصر بعد 3 العصر يبقى في البيت. يبقى في البيت، ما له شغله غير في البيت، بس قاعد لي على هالتليفون واتساب. أمور ثانية ما أبي أتكلم عنها. الله يخرب بيت الواتساب. قولي أمين. آمين يا رب. ما هو ما انخربت بيوتنا إلا من طلع واتساب. والله من الواتساب. الله يخرب بيته وبيت الحالات اللي فيه. أي والله أي والله ونعم بالله. ومع هالشي صبرت وسكت وقلت يلا ما عليه، بس كل مرة توصل بيننا للطلاق. ليش ما في اهتمام بولادك؟ ليش ما في اهتمام بابنك المريض؟ ليش ما في اهتمام بحياتنا احنا؟ يعني بتشوفوا مع الناس اللي برا يعني ما احلى وما اطيبه، ومع عائلته لا. بيجي عيد، العيد عند اهلنا بجارنا مش هنا، يعني احنا مو من حقنا نعيد. تيجي مناسبه لا، المناسبه ما عندنا مناسبات، احنا مش فاضيين، احنا حياتنا نكد فيها. احنا عايشين احنا حياتنا نكد وحياتنا واحنا مش فاضيين المصاريف. نموت احسن، نموت نموت احسن. ايوه يا عيني عليك يا شيخ. نموت احسن. وتعبت تعبت مو من كل اغلب الرجال نفس السوفت وير، نفس النموذج اغلب. انا وانت بنردح مع بعض على الهواء. كملي. اخر شيء اصفي، انا اطلع في ابني على الشارع، اظل فيه ساعتين وثلاث ما يمل. الولد توحدي اي شيء يمسكه ما يمل منه. صح. ما يمل منه. بعدين السيارات اللي رايح واللي جاي يتفرج، يعني مو حلوه انا حرمه اطلع برا على الشارع كل يوم. اجي هنا على البيت افتح له المي يظل يتسبح بالمي فتره طويله. طيب وبعدين يا اخي روح ودي ابنك، روح امشي فيه. لا ما في هنا، ما في. خذي وروحي سوريا، خذي روحي ما اعرف وين. طيب انا ليش اخذه؟ ما انت ابوه. يصير له موعد انا اللي بمشي فيه، يصير له امشي. طالبين منه تقرير من مستشفى حكومي من سنتين، طالبين منه تقرير، ومن سنتين انا بترجاه رجع عشان نروح نسوي له تقرير من مستشفى حكومي. يلا حصلت بعد سنتين معاناة، سنتين يلا حصلت. يا ويلي عقل بلوم. بالاخر يا شيخ. والله بالاخر خلص البرنامج. باكر ان شاء الله بناخذك مكالمه واقول لك شوف الاخر. الله يصبرك. كان محدثكم وسيم يوسف، استودعكم الله.